السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه لأن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج حملة الشهادات العليا تجمع وطن في مسيرات حاشدة للتصعيد من حراكهم بعد التسويف الحكومي في تنفيذ مطالبهم بالتعيين، مؤكدين على استمرارهم في المطالبة بالحقوق حتى تحقيقها. دعونا نشاهد. بعد أن خرجوا بهذه الطريقة السلمية كما تابعتم، دعونا نشاهد اعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا قرب المنطقة الخضراء في بغداد، فلنشاهد. مع المعتصمين. فائقة مع المعتصمين من قبل مكافحة الشغب. طبعا تفاعل ناشطون عبر وسم تصعيدنا حاسم، التعيين أو الثورة على موقع تويتر. دعونا نقرأ لحضراتكم بعضا من هذه التغريدات التي وردت حول هذين المقطعين. أبو بكر يقول: لن نرضى بتسويف قضيتنا، لن نرضى بتهميش حقوقنا، ماجستير ودكتوراه، التعيين مطلبنا. في تغريدة أخرى من مناف يقول: تصعيدنا حاسم، التعيين أو الثورة، لقد وعدتنا أن الموازنة العامة شرعت لتستوعب المعتصمين وتنصفهم بالتعيين وقد أقسمت بذلك، يقصد مصطفى الكاظمي، فكن واف لوعدك وقسمك يا سيادة رئيس الوزراء. تغريدة من أنفال تقول: استبعاد الكفاءات العلمية لا يصب في مصلحة البلاد، فعمران البلدان مرهون بإنجاز شبابها، وتهميش الخريجين لابد أن ينتهي، وجذور الفساد لابد أن تقتلع، فقد آن أوان التغيير. في تغريدة أخيرة لدينا في هذا الموضوع من أحمد السلطاني يقول: لا يمكن إعطاء درجات التعليم العالي وفق المزاجات السياسية، هي من حق الجميع ويجب توزيعها بعدالة وفق سياقات قانونية. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. كنا قد عرضنا سابقا لحضراتكم مقطعا للمتظاهر رحيم عبد الكريم الذي أصيب بثلاث إطلاقات نارية حكومية في ساحة التحرير في بغداد أثناء مشاركته في تظاهرات ثورة تشرين. دعونا نشاهد مرة أخرى مناشدته لطلب المساعدة. عليكم أخوتي، أنا أخوكم المتظاهر رحيم عبد الكريم يلقون بجون. قبل كل شيء تعرفون أنا حاليا مقعد بسبب إصابتي، وأنا بعد نشاب وخسرت أعز ما أملك اللي هي صحتي. اللي ما يعرف شنو صار وياي يوم 27/7 صوبت بالتحرير بثلاث طلقات، انضربت بكليتي والكبد والعمود الفقري، وحاليا وضعي كلش جاي تأزم ويحتاج عملية بعد وعلاج هواي. وأنا ذبيت كل اللي عندي والما عندي على مود أرجع أمشي على رجلي، بس ما قاعد أقدر ألحق ولا أقدر أقف على رجلي على مود أشتغل وأعتمد على نفسي. أتمنى من أي شخص يقدر يساعدني ولو بمبلغ بسيط، وكل اللي أريد أمشي على. طيب، لا تزال الدعوات لجمع المبلغ المطلوب لعلاج المتظاهر رحيم عبد الكريم مستمرة، حيث نشر أحد الأشخاص مقطعا يظهر فيه المبلغ الذي تم جمعه والذي لا يزال بعيدا عن الهدف المطلوب لتوفير كلية وإجراء عملية زراعتها للمتظاهر المصاب. دعونا نشاهد. السلام عليكم أخوتي،
هذني هذا المبلغ اللي وصلني هاي 3 اوراق وذني 150 الف لحد الان تبرعات الجون، وعندي 5 ارصدة بالجهاز. اتمنى تشاركون المقطع فيديو هذا حتى يوصل للناس الخير، حتى تقدر تساعدنا اكثر واكثر. تدرون الجون حالته تعبانه كلش، وعمليته تقريبا 30 مليون او اكثر، لان بس الكليه مالته ب 30 مليون واحنا نريد جون يوقف على حيله. اتمنى من الناس الطيبه تساعدني، رحم الله والديك. طيب دعونا نعيد التذكير بوسم واجبنا مساعده جون الذي تفاعل معه ناشطون في موقع تويتر. لدينا بعض من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. محمد بن بغداد يقول: لأجل الوطن والإنسانية لا يجب أن نترك الثائر والمتظاهر جون لمعاناته التي يعيشها مع الألم، لا يجب أن نترك خسارته فداء لدماء الشهداء، وكما يقول من دون تقويض. للتبرع رقم هاتف، طبعا هو الموجود الرقم أمام حضراتكم. في تغريدة من سجا تقول: حلم بمستقبل أفضل فدمروا حتى مستقبله البسيط. وضمن التغريدات كذلك من أيوب العراقي يقول: واجبنا مساعدة جون لجمع التبرعات لعملية المتظاهر السلمي جون الذي أصيب بثلاث رصاصات سببت له شلل في الأطراف السفلى وحالته في تأزم مستمر. جون ضحى بنفسه على مدنا، لازم نوقف وياه. ولدينا تغريدة من علي يقول: مثل ما وقف المتظاهر جون مع الشباب الأحرار وطالب بالحقوق، ها هو اليوم مصاب ويحتاج إلى عملية عاجلة، لمن يريد إنقاذه؟ التبرع على الرقم الموجود أمام حضراتكم. طبعا ننتقل إلى موضوع آخر. انتشر مقطع لوزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال وهو غاضب من الشركة الإيرانية المنفذة لملعب نادي الزوراء بسبب تلكؤها في إنجاز مشروع ملعب الزوراء الذي أحيل لهذه الشركة الإيرانية من قبل الوزارة والأحزاب المتنفذة في الدولة. لكن يبدو الأمر أكبر من الوزير، لكون إيران هي من تتحكم بمقدرات العراق من خلال أحزاب السلطة والميليشيات التابعة لها، كما بين معلقون على هذا المقطع. دعونا نشاهد. شغل ما اللعب هذا ما يشتغلون فلنتابع بعضا من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع في موقع فيسبوك. تعليق من سيف حسين يقول: حيل أبو زايد تستاهلون، من شوكة صارت إيران رائدة في بناء ملاعب كرة القدم، بس الشغلة بها خمط. هكذا يرى سيف. وتعليق من محمد يقول: هو إيران شنو من البين حتى تنطوها هالشغل؟ يعني هاي الدول العظيمة الرصينة ما تتعاقدون وياها؟ وضمن التعليقات من سجاد يقول: ليش هم يقدرون ينطوها لغير إيران؟ عمي والله إيران محتلة العراق. وأيضا في التعليقات من بهاء يقول: هم هدفهم تدمير العراق، بس العتب على الفاسد اللي سلم هذا العمل لهؤلاء المخربين. إلى طرق الموت في العراق ننتقل بكم مشاهدينا الكرام، حيث تستمر معاناة الشعب العراقي وسائقي الشاحنات على وجه الخصوص من الطرق السريعة التي يعانون بسببها. طبعا الطرق الخارجية بشكل خاص التي تعاني الإهمال المتعمد من قبل الحكومة المحلية الفاسدة التي لا تبالي لخسارة أرواح المواطنين بشكل شبه يومي ومستمر. حيث شهد طريق كربلاء حادث سير مرعب على طريق كربلاء الإخيضر لشاحنتين كبيرتين، ما أدى إلى وفاة السائقين في الحال، حيث أكد سكان المدينة من أن سبب الحوادث المتكررة هو الإهمال من قبل الحكومة المحلية في كربلاء. فلنشاهد. Go!
طبعا وردت تغريدات أو تعليقات حول هذا المقطع. دعونا نشاهد بعض من هذه التعليقات التي وردت في فيسبوك. جلال الجنابي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شارع كربلاء إلى عين التمر رعب موت، بس فالحين بس بالانتخابات حرامية، الله ينتقم من الظالمين، إش قد أخذوا فلوس من أهل السيارات، والله بس حرامية، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم. في تعليق من صدام الكربلائي يقول: الله أكبر، خلي يشوف المحافظ والحكومة المحلية، بلكي الله وأهل البيت يسوون حادث المحافظ لو واحد من الحكومة، على مود يعرفون معاناة عين التمر والناس الأبرياء اللي قاعد يروحون، من الله لا يوفقكم، من المحافظ إلى أصغر واحد بالحكومة. تعليق من هشام الأسد يقول: والله طريق تعبان، وين حكومة كربلاء؟ تعبنا من الطريق. وآخر التعليقات من حسين أيوب يقول: حكومة كربلاء هاي أرواح الناس اللي ماتت كلها بذمتكم. كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة، نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة هاشتاج. تفاعل ناشطون على وسم ما يحدث بسجون المكافحة بعد تكليف الفريق أحمد أبو رغيف بمهام رئيس اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة والتي تحال لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم. ويعرف أن أبو رغيف متهم بقضايا فساد كبيرة في فترات مختلفة من الحكومات المتعاقبة، حيث شغل منصب مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، وتسلم منصب معاون مدير استخبارات الداخلية، وبعد إحالته إلى التقاعد أعاده الكاظمي مرة أخرى. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. ياسر يقول: سجون المكافحة يد الحكومة السرية لضرب المواطنين المختلفين معها. وفي تغريدة لدينا من رامي يقول: كان الأجدر بالكاظمي محاسبة أبو رغيف بسبب فساده بدلا من إرساله للتحقيق مع المعتقلين. سعاد تقول: الكاظمي يعود بالعراق إلى فترة المخبر السري والتعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا من المعتقلين، حقوق الإنسان إلى أين؟ علي صالح يقول: لا يجوز لأحمد أبو رغيف التحقيق مع المعتقلين كونه متهم بالفساد. إذن هذه جزء من التعليقات أو التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت حول هذا الوسم في موقع تويتر، نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. كتشجيع على أخذ لقاح فيروس كورونا، قامت سنغافورة بالتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار جانبية شديدة من جراء أخذهم للقاح فيروس كورونا، فلنشاهد. ننتقل إلى موضوع آخر. بعد فيروس كورونا، الصين تصدر لنا نيباه، وهو فيروس جديد يهددنا ويقال بأنه أقوى من فيروس كورونا بكثير، فلنشاهد.
بسبب فيروس كورونا أيضا كان عام 2020 أسوأ عام في تاريخ السياحة في العالم. تقرير من منظمة السياحة العالمية يكشف عن خسائر فادحة تكبدها قطاع السياحة في العالم بلغ حجمه $1,300,000,000,000,000 على مستوى دول العالم. دعونا نشاهد. بالانتقال إلى خبر آخر وقصة أخرى، يحلم الكثير من الناس أن يقود سيارات طائرة، وطرحت اليابان قبل فترة هذا المشروع، وقد يبدو هذا الحلم أقرب مما نتوقع مشاهدينا الكرام. الآن بريطانيا قامت بربما ستتجه إلى إنشاء محطة مرتقبة في بريطانيا لاستقبال السيارات الطائرة. دعونا نشاهد. Stations, you know, for trains. We have roads, you know, for cars. And this new form of mobility, you know, urban aerial mobility, will need its own infrastructure to support it. You know, passengers will need to interact with the infrastructure, arrive, you know, book their flights, you know, go into the passenger air taxi lounge. So we'll need to have dedicated supporting infrastructure for this piece of mobility. في مقطعنا الأخير هي قصة ملهمة جدا مشاهدينا الكرام. شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو معاق اختار الفنون القتالية طريقا للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في حياته. فلنشاهد. أنا عندي عزيمة وإن أنا عندي حب للحياة، أنا بدي أعيش. كفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بسمونها بين قوسين الفئة المهمشة، فأنا لجأت للعبة الكاراتيه عشان أقدر إنه أدافع عن نفسي. اللي ساعدني على التغلب على هذه الحالة أول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً، ثم إنه الرضا، إنه أنا راضي باللي أنا فيه. يعني الرضا هذا أهم إشي. تالت حاجة اللي هو بفضل العزيمة والإصرار والتحدي.
لرب العالمين بعمل 80% او 85% من اموري لحالي، الاكل السندويشات باكلها لحالي، الشرب بشربه لحالي، بتحرك لحالي، بطلع الدرج لحالي، بنزل الدرج، بطلع الكروسه لحالي. فجأت من يوسف في عدة مهارات مختلفة، بيعمل شغلات أشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم أقل إعاقة من يوسف ما بيقدروا يعملوها. فيوسف عنده إصرار، عنده عزيمة، عنده تحدي للواقع اللي هو بيعيشه. حلمي اللي هو أطلع بطولات وأشارك في بطولات دولية وفي أولمبية. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.